ومبروك الفوز بالبطوله اولا وبالاداء المميز على مدار الموسم. انا عارف ان انتوا تحملتوا الكثير خلال الفتره اللي فاتت بنبني فريق لكن حافظنا على القوام، حابب تقول ايه في النهايه بعد حصولنا على بطوله الدوري؟ والله طبعا في الاول بقول الحمد لله رب العالمين، يعني الدوري انت عارف طول عمره غالي على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي. طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، ببارك للعيبه، اللعيبه رجاله. السنه دي من اول موسم احنا تعهدنا ان احنا ما ينفعش ان الدوري ما يبقاش جوه النادي الاهلي، الحمد لله ربنا كرمنا. عندنا لعيبه كثيره جدا جدا تحملت على نفسها، النهارده شكري بيلعب وهو ركبته تقريبا ما مش قادر يمشي بيلعب، عبد الله نفس الكلام، الناس كلها حليم. فيعني اللعيبه يعني ما اقدرش اقول لهم غير متشكرين، انتوا رجاله فعلا واثبتوا للناس كلها ان انتوا رجاله وعلى قد المسؤوليه. الحمد لله رب العالمين. بطوله الدوري حاجه مهمه جدا جدا، خطوه اولى بالنسبه للاستعداد لبطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله رب العالمين، تبقى خطوه مهمه لينا والكاس مصر باذن الله رب العالمين. ازاي هنجدد الدوافع؟ انا عارف طبعا لعيبتنا على ثقه كبيره وعلى درايه كبيره بالبطوله الافريقيه، لكن تجديد الدوافع وجلسات الجهاز الفني هتبقى عباره عن ايه قبل البطوله الافريقيه وقبل كمان المعسكر اللي انتوا هتطلعوه يا كابتن؟ والله انت عارف احنا دايما في النادي الاهلي البطوله بتبقى صفحه واتقفلت الحمد لله. احنا النهارده هنقفل صفحه الدوري طبعا، يعني لازم طبعا فاضل لنا ماتش الجيش، فريق محترم هنلعب على الماتش، لازم نكسب ماتش الجيش باذن الله رب العالمين. ما ينفعش نكسب الدوري نبقى خسرين اخر ماتش ان شاء الله نكسبه. اللعيبه هنقفل الصفحه دي، هنطلع معسكر بولندا ان شاء الله، هنسافر يوم الاحد هنلعب هناك من 3 لـ4 ماتشات اقويه جدا ان شاء الله، نبدا بالتدرج ونرجع ان شاء الله اللعيبه نبدا معاهم مرحله الاستشفاء في الفتره اللي جايه، وان شاء الله نرجع من بطوله نرجع من معسكر اوروبا ان شاء الله جاهزين لبطوله افريقيا باذن الله رب العالمين. ربنا يخليك، شكرا.